يلاحظ في الأزمة السياسية العراقية الحالية غياب الوساطة الأممية والتي كانت متوقعة للتقريب بين الأطراف المتنافسة، إذ لم تكن لبعثة الأمم المتحدة في العراق والتي تترأسها جنين بلاساخرت أي مبادرة للوساطة أو حتى جمع القوى المتنافرة إلى طاولة حوار واحدة. يبدو أن المنظمة الدولية غير جادة في التدخل لحل الأزمة. وبحسب المعلومات لون نيوز، فإن كفاء البعثة الأممية فيما يتعلق بالأزمة السياسية بأنه عدم رغبة أممية بالعودة إلى الحكومات التوافقية السابقة. وكانت أيضا لقاءات بلاساخرت مع زعيم تيار الصدري ورئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني خلال الشهرين الأخيرين تحمل إشارة يمكن فهمها على إنها لن تعارض تشكيل حكومة أغلبية تقود حملة إصلاحات داخل البلاد. البعثة الأممية تدرك أيضا حجم الانقسام والاختلاف في وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لذا فإنها لا تريد طرح مبادرة أو وساطة تكون احتمالات فشلها ربما كبيرة. كانت بلاساخرت قد اكتفت بالإشارة إلى استمرار حالة الجمود السياسي داخل العراق من خلال الإحاطة التي قدمتها بمجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، من دون أن تشير إلى أي مبادرة أو حتى جهود أو مساعي أممية للتقريب بين الأطراف المختلفة. أشارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وجود أطراف عراقية تعمل من أجل عرقلة التغيير والإصلاحات التي تحتاجها البلاد، ودعت الأطراف العراقية المعنية إلى التركيز على الأمور المهمة فعلا وإلى الاتحاد بدلا عن التنافس، لأن الأطراف العراقية تحتاج إلى أن يكون التعاون بعضها مع بعض في أفضل حالاته. وشددت أيضا على كل الجهود حيث ينبغي أن تنصب على حل القضايا العالقة لا عن طريق الاستحواذ على السلطة.